احنا عندنا مشاكل كتير في الماليه في احتياط النقد وغيره وغيره، هنوفر ازاي؟ بغض النظر عني او اي حد اخر، يعني الموضوع بالنسبه لاصلاح الماليه العامه للدوله من اللحظه الاولى هناك سببين رئيسيين في العجز في الموازنه العامه للدوله. الاول هو دعم الطاقه للاثرياء والراسماليه الكبيره المحليه والاجنبيه بدون اي مبرر، خاصه وان كل الشركات الكبيره اللي بتاخد هذه الكتل العملاقه من الدعم في الحقيقه بتبيع انتاجها باعلى من الاسعار العالميه. وهناك امر في الحقيقه في الفتره الاخيره الحديث حول قطع المعونه الامريكيه او ايقافها. المعونه الامريكيه 4% من الناتج المحلي الاجمالي المصري لو قيس الناتج اللي بنسميه الناتج وفقا لسعر الصرف، بالدولار محسوب وفقا لسعر الصرف. اما الناتج الحقيقي وفقا لتعادل الشرائح فهتبقى اقل من 1 من 10% من الناتج المحلي الاجمالي، يعني لا شيء. لو نظرنا لكم الدعم الطاقة الذي تحصل عليه الشركات الأمريكية العاملة في مصر سنجد أنه يتجاوز حجم المعونة الأمريكية لمصر. فدي أول قرار طبعا لابد أن إزالة دعم الأثرياء الشركات الرأسمالية الكبيرة والأثرياء الذين يبيعون إنتاجهم بأعلى من الأسعار العالمية. لو وفر لنا كم ده يا أستاذ أحمد؟ احنا بنتكلم عن دعم الطاقه في الموازنه 100 مليار جنيه. 100 مليار جنيه ربعه على اقصى تقدير يذهب للفقراء والطبقه الوسطى، يعني بتتكلم عن 3/4. هتبقي جزء صغير لشركات الملابس الجاهزه وغيره اللي هي بتبيع انتاجها باسعار معتدله ولا على 50. هيأثر علينا، فاحنا بنحط بنزين واحنا بنحط سولار واحنا اطلاقا مش داخل في هذا الموضوع، مش داخل في الموضوع، مش داخل فيه. يعني لن ينتج على القرار ده ان يكون في زياده في اسعار الوقود. نعم، السولار في جزء بقى مهم لابد من تحويل خطه واضحه. كل سيارات النقل تخير يا اما هتاخد سولار اقل دعما يعني ترفع له السعر، او ان هو يعمل تحويل للغاز، والغاز المدعوم بيبقى تقريبا شبه ببلاش يعني. العملية التحويل هتتكلف، الحكومة تقرضهم قروض ميسرة بحجم الدعم اللي كانت هتدفعه للسولار في سنة واحدة، يستطيع ونخلص. أن يحول كل سيارات النقل والأوتوبيسات أو الكبيرة 5000 جنيه باين أو 5. أنت بتتكلم، أنت عندك بالضبط دعم السولار كان في الموازنة الماضية 45 أو 46 مليار جنيه. لو عملت عملية التحويل كل الدعم وأنت بتديله غاز مدعوم هيبقى في حدود 4 مليارات على اقصى تقدير، تنقذ الجزء الباقي. فهنا الموضوعين يعني فكره الغاء جزء والتحويل لسيارات النقل والميكروباص وسيارات والاوتوبيسات الكبيره. طيب. وايضا المخابز القمائن الطوب التحويل لانه السولار اغلى كثيرا كثيرا والدعم الذي يقدم له كبير بالمقارنه بالغاز، واحنا احتياطينا من الغاز في الحقيقه يعني يوازي حوالي 14 مليار برميل من النفط المكافئ، هو حوالي 2.2 تريليون متر مكعب من الغاز يعني. طيب فلدينا ما يسمح ان احنا نستخدم غاز على طب الاحتياط النقدي كام دلوقتي ممكن نعمل ايه؟ حاله احتياط النقد بمجرد حاله التلاحم الاسطوريه بين الشرطه والجيش والشعب بتعني انه استعاده الامن بعد انهاء قطعان الارهابيين المنتشر في الفتره الاخيره لانهم لا حاضنه اجتماعيه لهم، وبالتالي سيسهل جدا القضاء على كل من يمارس العنف او الارهاب. من يريد ان يندمج في الحياه السياسيه بشكل طبيعي وعادي لن يكون هناك اي مشكله. فاذا حدث وتوفر الاستقرار السياسي والامني سنستطيع استعاده كل الوضع السياحي السابق. طيب. سنحصل على ما يزيد اضافه دخل اضافي يزيد على قرض صندوق النقد الدولي سنويا.